يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الأربعاء طقس شديد الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء، فيما يسود ليلاً طقس مائل الحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات منتظمة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 41، الصغرى 29، الإسكندرية 37، 24، مطروح 23، 18، بورسعيد 31، 21، الإسماعيلية 40، 27، السويس 41، 27، العريش 39، 18، طابة 35، 25، شرم الشيخ 37، 27، الغردقة 36، 26. وإلى الأقصر 42 29، أسوان 42 30، الوادي الجديد 40 25، شلاتين 36 24، حلايب 33 25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.